مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر، وانا جد سعيده اليوم انني نتواجد مع النجمه المغربيه المتالقه وللاغاني ديالها ما شاء الله والاعمال ديالها كتحقق واحد النجاحات كبيره وكتحقق ملايين المشاهدات، الفنانه والنجمه غيتا الحمامصي. اول حاجه مرحبا بك في المغرب. شكرا بزاف سعاد، وانا فرحانه هذا النهار اللي حاضرين معايا. تبارك الله عليك، ديما انيقه، ديما منوره، ديما غزاله. المجيء ديالك المغرب اول سؤال، عمل او لا زياره؟ تحشي البلاد. جيت نزوركم. ما كافياش. بصراحه تحشت المغرب حيت من مارس ما قدرتش نجي ليه افيك تو سكي سباس وهادشي ديال كورونا. جيسبر كو الناس كلهم يديروا الفاكسان لو بلو فيت بوسيبل باش نتهناو منها وندوزو لحاجه اخرى. غيتا دارت الفاكسان ديالها؟ بيان سور. ياك لي دو؟ لا انا سيتي لانو كبرتك شويه فوالا. لا لا نوفيل جينيراسيون فيها غير جونسون. لا ديال فايزر فيها غير دوز وحده. ايوا مزيان الحمد لله. السؤال قبل ما ندوزو الاعمال الفنيه والنجاح ديالك، يعني المعجبين بك والجمهور ديالك كيتسائل، شفنا واحد الصوره اللي غيتها مطلقه مضروبه هكا خارجه من الكوميساريه في الدار البيضاء، كلشي بغى يسول شنو، حاولوا الاتصال ما كتجاوبش، شنو اللي وقع؟ لقيتي كيفاش شفتي التصويره؟ اكيد لقيتي فيا كفنانه، لقيتي فيا كمراه او فنانه. معايا تخيلي معايا كل نهار حدا الكوميساريات كاينين مراوات بحال هكاك اللي كيمشيو مضروبات باش يشكيو ولا باش يهربوا لتما. تخيلي معايا عفات هذيك التصويره فاش خرجت نورمالمون كانت دارت باش غادي نبدا بها اون كومباني دو سونسيبيليزاسيون، حيت كنت غادي نخدم مع واحد، مازال ان شاء الله غادي نخدموا بجوج اون كولابوراسيون مع واحد لاسوسياسيون اللي سميتها لامفيف، اللي كتحامي على كتدافع على النساء المعنفات. ولكن ما كانش عندي الزهر، كان خاصني نمشي من هنا المغرب على حسب الخدمه، ولكن ان شاء الله في لا رونتري غادي نبداو. نورمالمون كنا غادي نبداو اون كومباني دو سونسيبيليزاسيون، لان فاش مشيت عندهم وفاش شفت هذوك اللي كان لي عندهم وسمعت لي زيستوار ديالهم ما يمكنش ما نهضروش عليهم، ما يمكنش ما يمكن ما نستغلش واخا غير شويه هاد الناس اللي متبعيني باش نقدر نوصل ان ميساج اللي هو ستوب العنف. نعم، واللي نساء كثيرات كيعانيو من هاد العنف، يعني سواء كان عنف زوجي او لا كان العنف في العمل، كان عنف في الشارع، يعني راه ننسى ما يمكنش شي مره سولتي لي داك السؤال قبيلات. لا سولتك واش انت، وكنسول اي واحد كيسولني، لان في كاع في لي زانترفيو كيقولوا لي غيتا واش انت تعنفتي؟ كنقول لهم انت تعنفتي؟ ما تكذبيش عليا تقولي لي عمرك. نقولوا اه فوالا. للاسف وكنتمنى فعلا فعلا ان بفضل الجمعيات بفضلكم نتوما، الفنان راه رساله والفنان راه صوت، نقدروا نوقفوا هذا العنف الممارس على النساء. كنتمنى ان شاء الله وندوزوا الندمانه، ندمانه كتنصف في نفس الاتجاه، كتمشي في نفس الرساله اللي باغا واللي حققت واحد النجاح، راه حصدت ملايين المشاهدات في ظرف دابا تقريبا شي شهر دابا باش تلونسات، ملايين المشاهدات راه ماشي سهله. برافو عليك على العمل، على الاستعراض اللي درتي، على الكلمات، على الصوت، على الاداء، كلشي. شكرا بزاف. هو ندمانه انا كنت قاصحه عليا واحد شويه، لان فاش دخلت في هذيك في هذاك المود ديال مشيت كنسمع المشاكل ديال النساء الاخرين، وعرفتي داكشي كيوصل سورتو فاش كتسمعي قصه حقيقيه وكتقيسك في قلبك، عرفتي كتدخلي في واحد المود اللي هو ما عرفتش كيفاش نقول لك، ولكن اي انسان في بلاصتي كان غادي يحس بهكاك. شوفي غير انت الا صاحبتك عاودت لك عندي مشكله ولا شي واحد تعدى عليا ولا تعرضت للعنف، كيفاش غادي تولي؟ وتخيلي معايا غادي تمشي لواحد البلاصه اللي هما الخدمه ديالهم هكاك، هما كي تستقبلوا كيستقبلوا النساء المعنفات باش يعاونوهم. بون ندمانه هي كانت رساله الى صفتها مزيان رساله باش نقول ستوب العنف. حاولت في الكليب ديالها باش نبين بزاف ديال القصص اللي مختلفه ديال انواع العنف. مالوغوزمون ان كليب فيه 3-4 مينوت ما نقدرش ندير فيه شي حاجه كثيره، ماشي فيلم، ولكن حاولنا الحمد لله نوصلوا، والناس لي ميساج اللي كيخرجوا من القلب كيوصلوا للقلب، وهادشي انا اللي فرحني في ندمانه. وتبارك الله عليك، وكانت اغنيه ناجحه. غير هو العنوان ديال ندمانه، واش قصدتي بها ان الانسان خصو يكسر حاجز الصمت، يعني ندمو على سكتنا، ندمو علاش ما دويناش، ندمو علاش ما مشيناش للجهات او الجمعيات اللي وقفوا معنا، هذا هو القصد او لا كان ندمانه؟
الا شفتي واحد لا كابسول الاولى من لا سيري ديال لي كابسول اللي غادي نحط بار لا سويت مع هذيك لاسوسياسيون غادي تفهمي ندمان علاش هو ندمان غروسو مودو هي ندمان حيت سكت ندمان حيتاش سمحت في حقي حيتاش ما قلتش ستوب للعنف تبارك الله عليك وندوزو كنشوفو في الاغاني ديال الرضا الحمامسي واللي قليل المزج بين زوج حوايج الاستعراض ما شاء الله القوام والجمال ونعمه من عند الله واستغليتيهم في الاستعراض كذلك الصوت والاداء فين كيكون النجاح اكثر انت مزجتي بزوج بهم واش الاستعراض بوحدو ممكن ينجح ولا الصوت بوحدو ممكن ينجح شوف هو سي ان ستيل هضرتي لي على صوت انا ما كنغنيش الاوبرا ما كنغنيش الطرب ما كنغنيش عرفتي انا كنغني البوب دي ريتم لي جداد شكل جديد وهما بجوج اون فيت سكي دون فاش كتجمعهم بجوج هو اللي كيعطي لو ستيل ديالي انا كن سي بلوتو بور لا بيرفورمانس بور لي راك شفتي بحال كيما قلتي شخصيا انا ما عرفتش شفتني شفت الاعمال ديالك ديتي رجعتيني لشي ريهان ماشي اول واحد كيقولها لي ياك الفنانه المصريه شي ريهان لان تبارك الله حتى هي فنانه استعراضي هكا قالت لك بعدا كتشبهي شي ريهان اول وحده كتقولها لي في المغرب ولكن فاش كنت في دبي كلشي كيقولها لي كلشي كان كيشبهني بها تبارك الله عليك نتمنوا لك التوفيق الى بغينا نتكلموا انت في مجال الغناء ولكن سبق وما زال في عارضه ازياء لا غلطيت لا مازال ما بالي غلط الماكينه بديتها هي باش بديت لا كارير ديالي بديتها فاش كنت صغيره بزاف ان سيرتان مومون فالي باسي اوت شوز اي بيان سور لي بوديوم توحشتهم بزاف لان فاش كتجربي لي بوديوم وهذاك لا في د مانكينا سي اوتر شوز ولكن دابا سي بلوتو لا ميوزيك سي بلوتو لو شو والله يوفقك امين شكرا بزاف الا سولناك على التمثيل ممكن نشوفو ريتا الحمامسي بيان سور انا ديجا درت التمثيل اول حاجه درتها هي في 2016 انا ماشي ممثله ما كنقولش انا ممثله ولكن ils m'ont proposé ouais je m'y ai fait بزاف و c'était une expérience juste magnifique و الا كنت نقدر نعاودها why not علاش لا نتروح عليك اعمال وي داخل المغرب خارج المغرب ماشي في المغرب ياك ان شاء الله نعرفوا شويه الاسرار لا ما نقدرش نجيب لك شويه لا ما نقدرش راه كتعرفي دابا الجمهور ديالك خاصه راه كيكون كيتبع الخطوات ما كرهش يعرف اللي بغي شويه شوف فاش كل حاجه فوقتها الحاجه اللي ما كتكونيش ديجا باديه فيها ما تقدريش تهضري عليها لان ما كتماش 100% زعما كاين مشروع تقدر ما نقدرش غير نبقى كنهضر وما يكونش في الاخر مؤخرا شناك مع محمد رمضان شناك فواحد الشو كي داز الامور كي هذا كي داز الامور سيتي جوست واو اول بيرفورمانس لايف ديالي تكون في دبي و اون ديريكت بزاف ديال بزاف ماشي واحد ماشي جوج ماشي خمسه ف 12 يمكن سي جو مو ترومب با ديال لي شين تيلي وفي نفس لا سين كاين محمد رمضان ومايا ديال سيتي جوست واو سيتي نقدر نقول لك من احسن لي زيكسبيريونس اللي دوزت في الغناء وان شاء الله مازال شي ما نشوفوكش ديو مع واحد منهم هو علاش لا لان ما اخرجناش لك فيديو مع البنج كيفاش التجربه كان اول ديو ليك كان اول ديو ديالي وانا راهي لا بديت تبارك الله عليك لكن ما كملتش عام باش بديت ليكسبيريونس سيتي اوسي سيتي تري بيان عرفتي فاش كديري ديو مع شي واحد كتعلمي بزاف د الحوايج جداد حيت كل واحد والستيل ديالو كل واحد ولاصوص ديالو كتجيو كتخلطيهم وداكشي اللي كيعطي شي حاجه جديده استفدت منها بزاف ومازالين كاينين دي ديو اخرى تبارك الله عليك كاين مشاريع كثيره ان شاء الله بيان تبارك الله عليك وبغينا ندوزو لواحد المساله الحياه الخاصه ديال ريتا الحمامسي بزاف ما كنعرفوش نمت معاك في الانستغرام ما كيعرفوش بزاف على الحياه الخاصه ديال ريتا واش انت كتفضلي ان فوالا ان الفن يعني اللي متبعينك يبقاو في الفن ديالك وفي العطاء ديالك الفنيه وتبقى الحياه ديالك بوحدها اولا ما جاتش الفرصه ما كنظنش بان الناس غادي يكون همهم زعما شي حوايج بحال هكا لي بيرسونيل ريتا واش مجوجه واش شنو دايره في حياتها واش
فين كاينين وليد عرفتي بحال هادشي بوغ موا سي بيرسونيل ما كنظنش الناس غادي يعني كتفضلي يكون ديالك وي ما تشاركيش معاه كل حاجه في بلاصه بروفيسيونيل بروفيسيونيل والحاجه اللي بيرسونيل بوحدها تبارك الله عليك غيسال الحمامسي كاين سؤال عاوتاني نسولك تكلمنا على شيريهان ولكن بزاف كيقول لك هيفاء وحبي المغرب هاد السميه كتعجبك ولا ما كتعجبكش سمعتيها بزاف المرات سمعتها بزاف الو شوف فاش كيشبهوك بشي واحد اللي كبير وديجا واصل داكشي كتقول وا سي مينون سي بيان سي عرفتي صافي بليزير ولكن فينا هو الشباب انت بان لك شي شباب لا صافي فينا هو الشباب بغيت انا غير نعرف فين ربما شوف في الاستعراض يمكن شوفي كل واحد انا ما نقدرش ندخل راس الناس ونقول لهم داكشي اللي فيه ولا نهضر في بلاصتهم كل واحد عنده الراي ديالو وكنحترم الراي ديال الناس كلهم كنجبد منك العربيه بزاف برافو لا حافتي على اللغه تبارك الله ديالك برافو عليك هذه تحيه برافو عليك مع انك ماشي مقيمه في المغرب الدراسه ديالك كملتيها برا وانما الحمد لله راك انت شاده في الدارجه ديالك انا كنغني بالمغربيه وكنهضر وكنكتب دابا بالعربيه كنهضروا على الشباب شوف كل واحد يقول شنو بغا انا كنحترم كاع الراي ديال الناس كلهم غير هو فاش كيشوفوك ça dérange c'est pas que ça dérange mais ça fait genre un petit عرفتي واحد كتقولي علاش واش انا جي با دو بيرسوناليتي واش انا ما زعما ما باش ليهم زعما انا اش كندير و كسي ديفيرون داكشي من بعد كتقول وا ديجا اون ماش بوني بشي واحد لي ديجا بلاصتو كبيره وتبارك الله عليك الاعمال ديالك راه كتدوي عليك اخر سؤال الشهره شنو غيرات في غيتها الحمامسي شنو زادتها شنو نقصتنا شنو غيرات فيها حتى حاجه عايشه حياتي عاديه بحال كيما كنت عايشه من قبل حتى حاجه ما كنظنش هي شنو شي حاجه زوينه ولكن ضروري كتاخذ لنا شي نو عادي وانا مازال يلاه بادية انا مازال ما لا تبارك الله راه مازال يلاه بادية مازال مي ما كنحسش بان كاينه شي حاجه زعما اللي تبدلات ولا شي حاجه اللي يمكن تبدل المشاريع المستقبليه واحد تريو اللي غادي يخرج بيانتو ما غاديش نقول لك لا والو ما نقول لك والو المهم غير تريو كاينين دي ديو واحد اخرين جايين شكرا لك بزاف غيتها الحمامسي على هاد الدردشه معاك والصراحه والتلقائيه ديالك في الجواب والبساطه ديالك كذلك نتمنى ان شاء الله نشوفك في القمه وشرفينا اننا نشوفوا المغاربه ديالنا اللي كيحملوا قضايا وكنشوفوهم في يعني مشرفينا في بلدان عربيه وبلدان اجنبيه نتمنى لك التوفيق مشاهدينا ما سخيتش بكم دمتم في امان الله الى اللقاء شكرا